السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. يقول ابن سيرين أن الحناء في المنام تدل على عدة الرجل وفي عمله، وتدل الحناء في المنام على الفرج للرجل والمرأة على ألا تتجاوز الحناء في الحلم العادة ولا تكون منتشرة أو مكروهة. فيما الحنة في المنام للرجل أعزب قد تدل على اقتراب زواجه إن كان أهلا وراغبا، وخاصة الحنة رؤوس أصابع اليد. ويقول الشيخ النابلسي أن صبغ اللحية في المنام تدل على النفاق والرياء، وقيل أن صبغ اللحية في المنام بالحنة إن كان الرائي مؤمنا تدل على حسن إيمانه، لأن الحنة خضاب للمؤمنين. فيما إن كره النائم شكل الحنة في المنام على يديه أو قدميه أو شعره فذلك يدل على سمعته السيئة بين الناس. وتقول مفسرة الأحلام في كثير من المواقع أن الحنة في اليد للعزباء تدل على زيادة في أمور الدنيا، والحنة في المنام للعزباء زواج يرتبه أهلها. ويقول تفسير الحناء في المنام المتزوجة أنها تدل على سعادتها وتعاستها في زواجها، ويكون ذلك حسب تفاصيل الرؤية وشواهدها. والحناء في المنام للحامل تدل على سرور قريب إن شاء الله. أما الحناء على اليد في المنام للمرأة أحسن من الرجل، فهي للمرأة تدل على الفرح والثياب الجميلة، أما بالنسبة للرجل فهي تعني الهموم أو الديون. فيما الحنة على الرجل والقدم في المنام للمرأة خير وفرح، والحنة على الوجه في المنام للرجل مكروهة ما لم تكن على اللحية. أما وضع الحناء على الشعر في المنام إن كان يجعل الشعر أجمل فيدل على زينة الرائي أو الرائية، وأما من رأى أنه يضع الحناء على الشعر في المنام فيصبح فشعا والله ولو رائحة فذلك هم وغم. أما رؤية مسحوق الحناء في المنام دون استعماله فتدل على مال ورزق وفير قاض في إذن الله. أما تفسير رؤية الحنة في المنام للميت عموما فتدل على طلب الدعاء والصدقة وقراءة القرآن الكريم، وغسل وإزالة الحنة في المنام للرجل خير ومنفعة في الغالب. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.